اليوم وكل يوم منتواعد معكم ومنلتقي عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان بمرات كتيرة شكلنا المعنيين الشكر الكبير جدا وقلنا مفترض هذه الشكاوى يكون لها حلول وهيك صار، ولكن بعض الأمور مفترض نحن وأنتو لأنه هي بترفقنا بوجداننا بترفقنا من نشأتنا مفترض نحن وأنتو نسلط الضوء عليها لحتى نقول هذا هو الحل ومفترض أن يكون في حل. واقع الفنان في لبنان كثير من التسميات والتوصيفات بترافق اسم الفنان، فنان كبير بحياته عنده أيام مليئة بالعز بالنجاح والاجتهادات بيوصل لمرحلة مع كبر سنه والله يطول بعمر كل كبار السن بيوصل لمرحلة تتعثر فيها أحواله مثله مثل كثيرين من الناس اللي هلأ عم بيتابعونا، ولكن الأضواء عليه هون ينعت بنعوت قد تكون مزعجة بالواقع والمجتمع اللبناني، وهيدا المفترض يلي كلنا سوا نتشارك لحتى نقول مفترض يكون في قانون يحمي. مع ضيفنا اليوم رح نحاول نضوي على أكثر من موضوع ومشكلة. اسمحوا لي رحب بنقيب الممثلين في لبنان نعمي بدوي، أهلا وسهلا فيك. حضرتك أنت نقيب ممثلي السينما الإذاعة السينما والتلفزيون والمسرح كمان، أهلا وسهلا فيك. نقيب، يعني ببداية اللقاء وضع الفنان اللبناني كيف لحتى نفوت من باب على وجعه على مكمن الخلل المفترض نحن وانت نتشارك لدعمه؟ هلأ وضع الممثل اللبناني بالمشهد الدرامي إذا بدك تقول دايما عم يبقى هو الحلقة الأضعف بالمشهد الدرامي ككل. ما عم بحكي طبعا انه هلا في ممثلين نجوم، نعم، بقول لك وضعه كتير هي. هذا النجم بلحظة من اللحظات رح ينحجب الضوء عنه، نعم، ولما ينحجب الضوء عنه نعم بتبلش المشاكل. نعم، هلا عم نقول نحن النجوم والكل، ليش هو الحلقة الأضعف؟ ليش دائما المنتج اي شيء بيحاول يوفره للمسلسل للمشهد آخر شيء بيفكر به هو وضع الممثل أو أجر الممثل أو كذا، بيوصل بصير عم نحكي عن منتج لبناني نقيب، عم بحكي عن المنتج اللبناني، حتى المنتج العربي انعدم من المنتج اللبناني مع احترامنا وتقديرنا لك حاجة نقولها، ما بدي أعمل مشاكل مع حدا بس بدي وصف. أنا بدي وصف الممثل اللبناني عم بيكون شريك بالإنتاج دون أن يدري. نعم، بدنا نعرف شركاء أم أجراء. نعم، إذا أجراء أعطونا أجرنا عند قبل ما يبرد عرقنا، إذا شركاء شاركونا بالأرباح. لا، مش هيك؟ طيب 100%. فالممثل اللبناني هو شريك الخسارة على طول، بيشتغل المسلسل بينعرض بيطلع على الهوى وبعدين انطور ليقبض أجره. طيب ليه؟ ما بيقبض الفنان اللبناني بوقتها، انه بوقتها ما بيقبض. مشان هيك يعني حضرتك انت يمكن من المطالبين انه يكون في اصدار قانون يكفل حصول الممثلين على مستحقاتهم 100%. قانون تنظيم المهن الفنيه لا يلحظ لصدر بال 2008، نعم، ولا طلعت مراسيمه التطبيقيه لل 2012، واللي هو في باب من أبوابه الصندوق التعاضد اللي هو بيعمل الاستشفاء والتقاعد وإلى آخره والمنح التعليمية والزفاف والوفاة وإلى آخره. نعم، طيب هذا عام، بس هذا القانون لم يلحظ علاقة الممثل بالمخرج أو علاقة الممثل بنقابته، انتسابه للنقابة أوكي، وعلاقته نعم بالمنتج. نعم، طيب نحن هلأ بصدد إصدار قانون، نعم، أو مشروع قانون يجيز أو يقول هذا الكونترا الذي يعقد مع شركة الإنتاج يكون قوة عنده قوة تنفيذية. نعم، هو إذا بدك تقول هو قانون عنده بيحميه القانون وبياخد تفاصيله، انه عند توقيع العقد قديش بيقبض، عند بنص العمل قديش بانتهاء العمل قديش بيقبض، بيصير في كونترا واضح وصريح. وللأسف في بعض الشركات نعم بيشتغلوا مع الممثلين بدون كونترا، وهذا مخالف لكل أنواع العمل. يا أخي بالأملية وبالمحبة وبالمعرفة بحكم الصداقة، ونصرنا سوا فريق واحد بالضبط، يعني وحدة نعم حال.
انما لما بنجي عند الحساب ببلش التلكك. طب اليوم وزاره الثقافه مش هي معنيه تكون حتكون لحتى تقدر تكون شمسيه لتغطيه كثير من مستحقات الفنانين 100%، كونها هلا هي الوزاره الوصايه اذا بدك. يعني انا كنت تمنيت يكون معنا حدا من وزاره الثقافه. تواصلنا امبارح مع مكتب معالي الوزير وحلنا لمكتب سعاده المدير العام، وهن ارتأوا انه بهذه المرحله ما يكون معنا حدا بهذه الحلقة أو بهالإطلالة، ممكن تركوها لمحل تاني ما بعرف ليش. ما لنا مشكلة على كل حال، نحن بنتواصل لأنه هي لأنه هني وزارة الوصاية مفترض يكون حدا منهم معنا على البلاتو لحتى نعرف نحن عن شو عم نحكي، وين الصح وين غلط، نوضع النقاط على حروفها. هلأ طبعا وزارة الثقافة هي معنية بحتى هذا التعديل، هذه الفقرة أو إيجاد قانون، مشروع قانون جديد يلحظ علاقة الممثل بالإنتاج وعلاقة الممثل بالعمل، كيف بدك تحافظه تحافظ على حقوقه. في شيء صدر هي التعامل بالمثل مع الفنان اللبناني أو الممثل اللبناني والفنان أو الممثل الأجنبي أو الفنان الأجنبي اللي بيجي على البلد. في قانون بيقول في رسوم معينة لازم يدفعها. طيب هذا ماشي ومفعوله، بلش يمشي وينضخ صندوق التعاضد من هذه المداخيل. إنما الممثل اللبناني مين بيحميه؟ مين؟ هلأ بتعرف كيف يعني؟ يا أنه والله المنتج بيقلك إذا بدي زعل المنتج بيبطل يشغلني، بيبطل يجيبني، أو أنه مثلا والله علاقات النائب السابق زميلنا جون أسيس مع المنجين يا جماعة بالتي هي، يعني من عم نحكي بالتي هي بالمونة، يعني بالمونة عم بحكيك جاد بالمونة. إنما تعال قل له هلأ بالقوة أنت لازم هيدا حق بدك تعطيه، ما في بيقلك روح عمل بدك إياه لا. فلذلك اللي بقوله بوجه كلامي هذا القانون لازم لكل المسؤولين وخاصة هلأ النواب الجداد يحضروا حالهم، لأنه بدنا نبلش ندق أبوابهم ومش هخلي حدا يرتاح طالما في حق لممثل ضائع. معروف عنك أنك أنت تتابع حتى النهاية. رح ناخذ اتصال من معالي وزير الثقافة الأسبق جابي ليون. ألو. ألو، بدي حييك معالي الوزير عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان، واشتقنا لك. ايه اهلا فيك استاذ حنان، اهلا فيك. وانا مني على التلفزيون هلا، مش عارف انه ضيفك استاذ. نعم ضيفنا نئيب ممثلي السينما المسرح الاذاعه والتلفزيون علي بدوي. بوجه لك لك ولاله تحيه. يطول لي عمرك. معليك يعني الواقع اللي عم نحكي فيه نحن عن وضع الفنان اللبناني، وضروري نقول انه وزاره الثقافه اللي هي الوزاره المعنيه مباشره انه تدعم الفنان، والكل بيشهد انه بعهدك انت كنت نصير الفنان اللبناني، وكنت انت حده في كتير انجازات نسبت لهذه المرحله اللي انت كنت فيها وزير ثقافي. بالمعنى يعني المطلق انجاز التعبير، كيف بتشوف واقع الفنان اللبناني بالمقارنه مع الايام اللي انت كنت فيها وزير للثقافه؟ بكل صراحه معالي، انا ما بدي اقارن بالعمل الثقافي. مش عم نسمع منيح شباب لمعالي الوزير ابدا. نسمع بالعمل بالعمل اللي له علاقه بالثقافه، هو عمل تراكمي، يعني مش عمل مقارنات. كيف كل شيء بنحققه لازم يضل ونراكب فوقه ومش نرجع لورا. اهم شيء قدرنا حققناه واللي دائما بحب انا ارجع اذكر فيه هو صندوق التعاضد الموحد للفنانين، يلي هو فعلا هذا انجاز كبير معالي الوزير. مستحق للفنانين. القانون كان موجود من 2008. نعم. ولكن كان قانون برسم النسيان مش برسم التطبيق. نعم. بال 2012 هذا الحلم اصبح واقع من خلال المرسوم التطبيقي اللي عملناه. نعم. وجعلنا هالصندوق قائم وموجود. هلا الامر يمكن انا صرت بعيد عن الوزاره ما بقى اعرف شو صار، بس بعرف خلال اللي كنت اتولى فيه الوزاره يعني كان في عقبات صعبه كنا عم نشتغل على تسجيلها رغم صدور القانون. في بتعلق بالفنانين انفسهم بنقاباتهم وبتبينات بيناتهم. نعم. على موضوع اداره هذا الصندوق، لانه مثل ما بتعرف الوزاره هي بتحط السياسه والاشراف، ولكن الإدارة لهذا الصندوق هو عمل يعود إلى الفنانين أنفسهم. حلو. العقبة الثانية والأهم هي موضوع الجباية، لأنه هذا المرسوم أو القانون أو الصندوق بيستلزم جباية مداخيل لمصلحة الصندوق، وهذه الجباية في قسم الأكبر منها يعود إلى رسم يفرض على عمل الفنانين الأجانب بلبنان. بعد ما صار الثقافة هي تشبه هذا الرسم. حلو.
في أجهزة المالية بالدولة اللبنانية. نعم. والأمن العام يلي بيخلي الأجانب ما يسافروا إذا ما كان عندهم ضرائب ذمي لدفع الرسوم المتوجبة عليهم. نعم. هذا كان الموضوع العقبي، وقدرنا فرضنا على وزارة المالية أنه هي تقوم بهذا العمل لمصلحة الصندوق. نعم. هلأ بالتنفيذ قديش عم بيصير خلل ولا قديش عم بيكون بشكل تام، ما عندي اطلاع على هذا الموضوع، ولكن إذا بدنا نقول عن الفنانين إيه بيستحقوا علينا، وهذا مش تربيح جميلة يعني، لهم حقوق على المجتمع اللبناني ككل. نعم. الفنانين خاصة القدماء منهم يلي بحالة اجتماعية منا متناسبة مع العطاءات اللي قدموها للبلد. نعم. في أسامي كبيرة ربينا على فنهم وأدخلوا البهجة والسرور والفن والقيم على كل العائلات، والفن النظيف. نعم. يلي صرنا عم نشوف قليل منه اليوم، هودا إلهم فضل علينا. نعم. عيب بعد نسمع انه في فنان معتاد او على باب مستشفى مش عم يسمح له الدخول، او عم بيطلع بهذه الجهة او هالجهة او وزارة الصحة حتى تقوم بوضعه. لا. نعم. هو صندوقه بكرامته بنيل حقوقه الاجتماعية. نعم. هيدا اللي بنقدر نعتبره. هلأ بالنسبة للمستوى الفني وعمل الفنانين فينا نحدث ولا حرج، ايه في ضعف لانه في الامكانيات المادية محدودة بمواضيع الانتاج. نقيب بده يسألك سؤال معالي الوزير. معالي الوزير، اول شيء بدي صبح عليك. الله يخليك، يسعد صباحك. ونحن طبعا عارفين ومدركين تماما قديش قدمت جهود كبيرة لوضع صندوق التعاضد وخلق المراسيم التطبيقية لصندوق التعاضد طبعا بعهدك. ونحن معاليك منقول العمل استمرارية، يعني دايما دايما من وقت ابتدى القانون لوجود مرحلتك لحتى ما بعد طور طمنك، صندوق التعاضد صار مقلع جدا، والجباية صارت تستجبى عن طريق الأمن العام والمالية، ويضخ الصندوق كل شهر مداخيل اللي تجي عم تجي على الصندوق. هلا بعد خجول هذا شيء بيخرني يعني، هذه لما تم بعد خجول ما يتم خلافات بين النقابات وبين الفنانين، ان شاء الله تكونوا تخطيتوها هيدي، وهذا شيء منيح. لا لا لا، هلا هو القانون تنظيم المهن الفنيه معليك، ما انت عارف انه ينضوي تحت لوائه 8 نقابات. صحيح. والثمان نقابات توحدوا بصندوق التعاضد الموحد. صحيح. فهلا نحن بنقول لك مش الحال، كان في شويه عقبات بالاول، إنما بعدين إجا معالي الوزير روني عريجي وتصدى لهذه العقبات وكلف النقباء هن يستلموا هذا الصندوق، وهلأ يترأس هذا الصندوق نقيب الممثلين السابق الأستاذ جون السيس. صحيح. معي خبر. وجون وضع هو وزملائه صندوق التعاضد على السك الصح وقلع. ايه بلش هلأ يعني إلى حد ما بوضعه الصحي المزبوط اليوم. معلش ما بدي أقطعك، العقبات اللي عم نقول عنها صحيح، اليوم استلموا النقباء الثمانية هن إدارة الصندوق. نعم. نعم. بس ما هو بالمرسوم أنا أساسا هن اللي كانوا مستلمين. ولكن مش من خلال شخصهم، هلا هيدا صارت مخرج انه من خلال شخص هن النقباء يستلموا، بس مثل ما بيحكي المرسوم كل نقابه بتسمي 3 أشخاص ضرب 8 بيعملوا 4%. الوزير بيختار واحد من كل 3 من كل نقابه ويتالف الصندوق. هلا هون كان صار في شويه عقبات وتغيرت الحكومه، كان المخرج انه بدل ما يسمي النقيب 3 او النقابه تسمي 3 يكون هو بشخصه. نعم. الممثل لدى الصندوق. مش مشكل يعني، هيدا ما بعرف اذا تعديل للمرسوم او بالممارسه يعني تمت هيك، لانه الخيار بيكون للوزير بتسميه الشخص. بتعرف احنا بلد في توازنات، مشان توازنات معينه او مشان يكون الكل ممثلين باداره هذا الصندوق. بس هو ادارته 8 وهن 8 من بينهم في رئيس وامين صندوق وامين صندوق. نعم. نعم. تفضل معالي الوزير. انا بدي اشكرك وللوقت اللي خصصت لنا اياه بهذه الاطلاله عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان، ومره جديده منهني حالنا، منهني حالنا بالانجازات يلي عرفتها يعني الوضع، او اللي عرفوا الوضع الفني بعهدك نقيب. على كل حال نحن بنشكرك معالي الوزير، وانت بتعرف انت صديق ومحب بالنسبه لنا جميعا، وجهودك ما بتروح صدى دائما، بالعكس نحن
كل عام والعمل دائما دائما معليك بتعرف هو استمرارية دائما وخاصة بالسقافة هو تراكبي كل واحد بحط دميكو زي هالبنيان العظيم القائم 100% ويعطيك ألف عافية. بدنا منك تعمل زيارة معالي الوزير لمركز النقابة بعد الوزارة. من كل بيت من كل بيت أنا مسعد دائما. بتشرفنا معالي الوزير. شكرا لك. يعني قديش بتلاحظ الحماس عند المسؤول وقت اللي بحس انه انتم عم تشتغلوا وهو ايدكم يعني لحتى يقدر ينفذ كل شيء انتم بتطمحوا له؟ 100% بهالمرحله يعني عم نحكي عن صندوق التعويضات وكثير مهم. كنا عم نحكي عن مستحقات الفنانين. نقيب قديش مهم نقول يعني واقع الحال يتطلب منا نذخر كل جهودنا لحتى نقول خلص الفنان مثل ما عم نشوفه بالاتوار بعز ورقي كمان تكون حياته بهذا المستوى مع كل التقدير لكل الفنانين. ليك انا بدي اشرح بس بدي اوضح كلمه قبل لانه استدركتها قلي. انه ما يبين انه انا دائما في صراع بين الممثل واداره الانتاج او المنتج. انت عم بتوصف الواقع. ايه والمنتج انت عم بتوصف الواقع. لا بدي اقول لك شغله واحده. انا كمان بقول انه المنتج دائما يحمل المسؤوليه لشركات التلفزيون اللي عم تاخذ منه الاعمال يعني تتاخر بالدفع. فلذلك من هون عم بقول مش بس صرختي انه المنتج عم يتأخر ليدفع للممثل، كمان المحطات التلفزيونية اللي عم تاخد هالأعمال الدرامية عم تتأخر لتعطي المنتج. نعم. فعم يتأخر. طب شو بس بالآخر مني؟ بالآخر الممثل اللي عم يأكل الضرب يا جماعة عم بيكون شريك. فبوجه شريك بالخسارة شريك. مش بالربح. فلذلك بوجه صرخة وبوجه هيك بس يعني للمحطات. نعم انتوا عم بتساهموا اذا بس تتاخروا لتدفعوا للمنتج مصاري. نعم. يعني عم بتساهموا الى حد ما صعوبه. نعم. على الممثل. فريحوا المنتج للمنتج يريح الممثل للممثل يرتاح ويقدر يبدع اكثر ويعطي عطاءات اكثر. كل المراسيم التطبيقيه لصندوق التعاقد الصدري الى حد ما كلها تقريبا شبه صدرت وبلشت. مش مجزأة حتى نقول الى حد ما. لا 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 لانه دائما دائما بضل في ثغرات عندك يعني مثلا قصه الجبال اللي حكى عنها. نعم. معالي الوزير صار مين بده يجيب هلا بس طمنتني قلت له ولو هلا الامن العام اصدر قرار مدير عام الامن العام اي فنان بده يفوت على البلد ممنوع يفوت او يظهر ما لم يكون مسدد كل مستحقاته الماليه تجاه النقابه وصندوق التعاضد. فلذلك عم بيصير وبينضخوا للماليه. انما الماليه بتقول لك شو عندنا موظفين لنبعثه نجيبه نحن وين المسلسلات اللي عم تشتغل. لا في بس انما لانحصرت هلا بقصه الامن العام عند الدخول والخروج على البلد اذا عم تجي واكثر من هيك المهرجانات هذه كلها. هلا بدنا نوصل للمهرجانات. للمهرجانات المهرجانات من هلا عم نقول. نعم. نحن عم نطلق صرخه عاليه انه كل المهرجانات يا اخوان كل نحن مش ضد المهرجانات بالعكس. نحن احب على قلبنا انه يكون في مهرجانات بالوطن واحب على قلبنا انه يكون الوطن دائما دائما فيها الحب. أوكي. وفيها العطاء والفن والثقافه هي المقياس الحضاري للشعوب. انا بحب بقولها هذا الفنان اللي بيجي من برا لهون دفعوه يا اخي دفعوه. انا مش ضد انه يجي انا كفنان بس تروح لبلده. مين بده يدفعه؟ الامن العام هون؟ هون مش الامن العام يعني لجنة المهرجانات لما تتفق مع فنان تحسم منه هذه 10% او المتوجب عليها لصندوق التعاقد. اللبناني بيدفع برا. لبناني 40 25 و30 و40 احيانا بيوصل بالمية على عقده. وبعدين معلش نحن ممثلين ما عم بيعملونا بالمثل. ايه نحن ممثلين رجاء ما حدا يمثل علينا نعرف تمام الكونترا. الكونترا لما يكون مثلا قيمته 100,000 دولار عيب نعمله ب 1,500 دولار او 2,000 دولار. معلش هودي فنانين هودي عنكم قيمتهم وحاجتهم برقبتكم انتوا بك تتحملوا اخرتهم لهودي الفنانين دفعوا كل دمهم وكل عطائهم بس لادخال الفرح لبيوتكم ولا اسرتكم. نقيب حرام بالاخر نحن نطلع. نعم. لالهم بموقع. انا مش عم بقول هون برجع بحكي انا مش عم بستعطي على الفنان. انا بدي اقول هلا ممنوع بقى ممثل يطلع يشتكي على التلفزيون او يستعطي. ممنوع اي اعلامي يستغل وضع الفنان يستدرجوه للفنان. ممنوع
عم بقول انا بحمل مسؤوليه للاعلامي، بحمل مسؤوليه الفنان، عندك نقابتك وعندك صندوق التعاضد وعندك نحن مجبورين نأملنا. مع انه البعض بيقول الاعلام يعكس الحقيقه وبقول هيدا هو وضع الفنان، بس لا يجوز انه نتعاطى مع هذا الموضوع بهذه الخفه مثل ما تفضلت وانت اشرت. هيدا كرامة الممثل من كرامة الوطن يا جماعة. نحكي عن هذا الموضوع بنتوسع أكثر، ولكن بعد هذا الفاصل مع الإعلان وبنرجع سوا. بعدنا معكم ودائما عبر تلفزيون لبنان مع ضيفنا نقيب الممثلين في لبنان نعمي بدوي، مختصر نقيب الممثلين السينما مسرح إذاعة تلفزيون. خلاص خليها ممثلين على راسي. نقيب، يعني الموضوع اللي كنا عم نحكي عنه واقع، يعني إظهار صورة جلية للفنان، صورة ملونة. البعض يسعى مثل ما قلنا نحن، بعض الإعلام يسعى يعني لغاية بنفسه أنه يضوي على أنه الفنان معوز والفنان بحاجة والفنان عم بخلينا نشوفه بصورة رمادية أو سوداء. ليش؟ للأسف للأسف ما بعرف، يعني أنه دايما مقاس الناس بتعطي كتير مشاهدة أعلى وبتعطي استعطاف. نعم، بس أنا بقول خلص، بقول حرام، مش هلأ عم بيجزم. نعم. خلص للإعلامي مسمح له بقى يستغل علي وضع ممثل. نعم. وللممثل مسمح له يطلع على الهوى يوقف موقف المستعطي. نعم، معلش كنا عم نسعى لنجيب قانون يحصنه أكتر. نعم. يحميه أكتر، وفي عنده مرجع هي نقابته وصندوق التعاضد اللي لازم ينتسب. شو عطى صندوق التعاضد للفنان؟ رح ناخذ اتصال من رئيس الصندوق الفنان النقيب جان أسيس، وبنرجع نتابع. اذا جان أسيس رئيس مجلس اداره صندوق التعاضد الموحد للفنانين. الو الو، مرحبا نقيب، اشتقنا لك واهلا وسهلا فيك. اشتقنا. اهلا فيك، الله يخليك استاذ نونا. يعني بداية مع النقيب نعمي بدوي عم نحكي عن الواقع الفني اللي كنا نشرحه معك بهالاستوديو، ولكن بهذه المرحلة شخصيا مشكورة جهودكم بصندوق التعاضد، كان في مداخلة لمعالي وزير الثقافة الأسبق يعني جابي ليون وعم نحكي عن هذا الموضوع بهذه المرحلة، بالمقارنة مع آخر إطلالة عملناها سوا بتموز الماضي 2017، كيف بتشوف واقع الصندوق اليوم؟ إلى تحسن؟ الجباية ماشي حالة فيما يتعلق بالعقود؟ أكيد في تحسن بأداء الصندوق، وفي نعم. تحسن بموضوع الجباية، لأنه نعم. بناء على المرسوم 3705 اللي صدر ب 22 حزيران 2016، المديرية العامة للأمن العام ومشكورة على الجهود اللي عملتها أصدرت قرار بتطبيق هذا المرسوم بحذافيره بدءا من 25/1/2018. نعم. وبناء عليه تحسنت الجباية نسبيا، يمكن بعد مش بالشكل الكافي، لأنه آلية هذه المواضيع تحتاج نعم. إلى الكثير من الدقة والتعاطي نعم. وإلى التنسيق التام ما بين وزارة المالية والمديرية الأمن العام والصندوق. بالتالي نحن في كتاب سيرفع قريبا، يعني مفروض كنا نرفعه الأسبوع الماضي، رح يرفع هيدا الأسبوع لوزارة المالية للقاء المسؤولين فيها ووضع حتى تفاصيل وحيثيات هذا القرار وهذا المرسوم حيز التنفيذ بشكل أدق وأكثر فعالية. وبناء عليه نحن منتظرين انه هذا الموضوع يفعل اكثر الجباية، لانه مثل ما بتعرف استاذ نقولة للاسف اللبنانيين انفسهم بيساهموا مع الفنانين الاجانب بتهريبهم من تطبيق القانون ومن تهريبهم من دفع الضرائب، وهذا واقع مأساوي نحن عم نشوف. نعم. انه بدل ما اللبناني أوكي. يكون حريص على الالتزام بقوانينه خدمة لبلده وخدمة لأهل بلده ولفنانين بلده، نعم. بيهربوا هن اللبنانيين المتعهدين أو المهرجانات أو شركات الإنتاج، بيهربوا الفنانين غير اللبنانيين من دفع الضرائب والالتزام بقوانين اللبنانيين. نقيب، بدي أسألك عن المهرجانات، يعني سويتوا الحال مع لجان المهرجانات مشان هذا الموضوع والجباية تحديدا هذا العام هذا الصيف؟ نحن بلغنا وحطيناهم بالجو ويعني أكثر، وفي أصلا إنذارات مسبقة وفي حجوزات على بطاقات الحفلات بمراكز بيع البطاقات العائدة بالمهرجانات من سنتين لهلا من وقت نحن استلمنا، في حجوزات وفي بعض المهرجانات عم بتحاول تتهرب ولكن القانون يمنع ذلك،
وعم بيرجعوا يتعاطوا معنا بموجب هذه القوانين وعم بيجربوا يدفعوا. هلا تكون صريح معك انه نعم. كثير من المهرجانات قايمين اياماتهم بخصوص المهرجانات الكبرى نعم. واللي مدعومه طبعا انت بتعرف استاذ الاولى من اطراف سياسيه مهمه نعم عم بيجربوا انه هيدي الضريبه 10% لصندوق التعاضد تثقل كاهلهم لانهم عندهم ضرائب ثانيه. نحن باجتماع سابق مع معالي وزير الثقافه السابق الاستاذ روني عريشي وقت اجتمعنا مع لجنه المهرجانات واشرنا لهم انه يا اخي اذا انتم جمعيات لا تبغي الربح طيب انتم قال ايه نحن لا نبغي الربح قلت لهم بس انتم وقت عم تربحوا اموال طائله قال ايه نحن بنعمل مشاريع مناطقنا كان جوابي انه هذا الفنان اللبناني ينتمي الى كل المناطق وفي بالنقابات الفنيه من كل المناطق اللبنانيه له حق الفنان يستفيد من هالايرادات اللي انتم عم تطلعوها وقد شرع القانون هذه الضريبه المقتطعه اوكي فبناء على اذا انتم عندكم جمعيات لا تبغي الربح فيكم تزيدوا عليها بند انه جمعيات ذات منفعه عامه لا تبغي الربح انعفوا من ضرائب معينه وبالتالي اذا انتم عم تتولوا دفع هالضريبه بيصير مش الفنان لانه هيدي ضريبه 10% هي على عاتق الفنان اللي بيجي مش على عاتق صاحب المهرجان او المتعاقد او الاتترا او صاحب الحفله فاذا خلي اذا انتم مضطرين تدفعوها منكم كلجان مهرجانات او كمتعاقدين يا خيي شرعوا وضعكم القانوني وكانوا مقتنعين بالفكره وتبنى الوزير عريجي بوقت عيد الفكره ولكن لم يلتزموا بها ولم يتقدموا باي طلب لتعديل قوانينهم الداخليه او ان شاء الله بيرجعوا بيقتنعوا ان شاء الله بيرجعوا بيقتنعوا. نعيب بدي اسالك الانتساب للصندوق يعني بختام نعم. يعني اتصالك بهمني اعرف الانتساب يمكن فنانين عم يسمعوا له ما عندهم خبر او ما بدهم يسمعوا الانتساب قديش عم بيكون ليستفيدوا من الصندوق يا خيي رسم الانتساب للصندوق 100,000 ليره بالسنه رسم الانتساب 100,000 ليره بالسنه لكل العائله ولكبار السن للعائله كلها لكل اللي بده يجدد انتسابه يدفع 10,000 ليره بالسنه يلي ما عنده شغل ماشي يعني واللي وضعه المادي ما بيسمح له او عنده مشكله مرضيه لا سمح الله هيدا ب 10,000 ليره بالشهر بينتسب للصندوق الكبار بالسن اما الاعضاء العاديين 100,000 ليره انتسابه طب الصندوق بلش يقدم خدمات مساعدات اجتماعيه يعني اقرتها الجمعيه العموميه للصندوق نعم وتبلغتها وزاره الثقافه ناطرين بس وزاره الثقافه ترد على الكتاب اللي رفعناه بهذا الشان لحتى نبلش نقدم هالمساعدات قد ايه عدد المنتسبين لليوم نقيب؟ قديش نعم. عدد المنتسبين لليوم؟ لحد هلا انا اليوم بالذات وقعت الطلب رقم 955 955 فنان اصل حوالي 3,000 فنان ينتسبون الى نقابات الفنان 955 من اصل قديش؟ 3,000 او 4,000 من اصل شيء 3,000 عضو تقريبا 3,000 او 4,000 يمكن احوالهم مرتاحه الباقيين عاملين بشركات تامين خاصه نعيب انا بدي اشكرك يعني حتى ولو عاملين شركات تامين خاصه مع اني بيعرفوا انه الصندوق عم بيقدم نعم. 50% نحن عملنا ديل مع شركه التامين نعم. ونحن كصندوق عم نساهم ب 50% من قيمه الوظيفه مساعدة لهم ودعم لهم حتى يكونوا بهالصندوق الله ياخذ بايدكم الله ياخذ بايدكم انا بدي اشكرك النقيب جاسيس النقيب نعمي الله يعطيه العافيه عندك شيء بتحب تقول له ان شاء الله يقدر يحقق احلامنا يسعد صباحك نقيب وبدي اقول لك الله يخليك حبيبي خلي لي اياك نحن حنستمر سوا ان شاء الله والصرخه وحده وحنكمل من بالنقابه من مطرح ما انت كملت من مطرح ما انت وصلت حنكمل سوا طب الصرخه سوا بوج مين؟ ان شاء الله ايه بس بالاذن نقيب جان الصرخه انت والنقيب بوج مين؟ صرخة وحده كل احنا بوش كل من يعني بياكل حق الممثل والفنان الله ياخذ بايدكم اوكي شكرا لك شغلي انا كمان صرختنا بوجه الزملاء الممثلين والفنانين يقوموا بواجباتهم تجاه نقابتهم نعم كاملة ما في شك يقوموا بواجباتهم تجاه الصندوق مش دائما نحمل الدولة كمان نحن نتحمل مسؤولية التقصير في اداء واجباتنا تجاه نقابتنا شكرا لك النقيب جو اسيس رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين
نقيب بدي اسالك يعني موضوع المعاش التقاعدي. اليوم نحن عم نحكي عن الصندوق، ولكن المعاش التقاعدي للفنان ايمتى ممكن نوصل له؟ عند سن التقاعد اللي هو بيوصل بال 64 مفترض وما فوق. هلا مبدئيا ما في بنود بصندوق التعاضد لحد هلا مش قادره تقرها. نعم. يعني اذا بيصير في مداخيل كثير إيه؟ لا لا لا. نعم. لا لا هي ما بدها، هيدي بدها الضخ يكون على الصندوق صار مكتمل. نعم. يعني 100% صار كل المهرجانات عم يدفعوا، كل المنتسبين عم يدفعوا اشتراكات درجه اولى. المهرجانات مفروض يدفعوا، لا في المهرجانات الفنان اللي جاي للبلد كله. نعم. هذا الصندوق بيجي مرحله من المراحل ممكن يغطي التكلفه الاستشفاء 100% مش 50% مثل ما هلا. طب اليوم مين عم بيساعد؟ وبالوقت هلا في سبونسر 50% اعتبرنا اللي هي الصندوق. نعم. بيدفع عن الـ عن الـ المنتسب 50% بوليصة التأمين. نعم. اللي هي موجودة للاستشفاء بيدفع هو 50% والصندوق بيدفع عنه 50%. نعم. بس الصندوق بده يوصل لمرحلة يدفع 100% عن المنتسب للصندوق، وبالتالي بيمشي المعاش التقاعدي. طب. بيمشي منحة الوفاة. بيدفع الفنان رسوم اشتراك النقابة اليوم؟ في فنانين عم بيقصروا ممثلين، وهذا كمان ما مثل ما قال بضم صوتي لصوت النقيب. قديش الرسم سيدي؟ قديش الرسم؟ ولا شيء يعني ولا شيء. 5000 بالشهر رسم انتساب النقابة، و10000 حنينة مي يعني مثلا مطعم. وفي ناس مكسور عليه هون. نعم. يا جماعة هول الاشتراكات بحصة تسند خابية، ما في إعفاءات أو تسويات، ما فينا. حاولنا نعمل تسويات يا خيب التقسيط اللي مكسور عليه من قصت له على مراحل. مكسور قديش اللي عم تقولي 5000؟ يعني في مثلا مكسور عليه 10 سنين أو 12 سنة و14 سنة مش دافع أبدا ما مرة ولا 5000. يا خيب ما مش عم يفضى يجعلنا قبل يدفع. وبعدين معظمهم بيكونوا نجوم عم يطلعوا مصاري، يعني هلا عم يتأخروا ليقبضوا من المنجين والمحطات التلفزيون لهالدرجة يعني. نقيب معلش للأسف إيه بدي وصف، مثل ما بدي دافع عن حقوق الممثل كمان بدي أقول له في عليك واجبات تجاه النقابة. هو مقصر بحق حاله. مقصر بحق حالك. هلأ أنت الضو عليك. نعم. بكرة بس ينحج بالضو بصير أنت بحاجة لمين يساعدك. بدي النجم اللي بعدك بدي يفكر فيك. أنت فكر باللي انحصر عنهم الضو. وبعدين يا عمي قوتنا بكتلتنا بوحدتنا. قديش نحن بنتوحد كنا الممثلين بنكون قوية. شو رح تقدر تعمل يعني؟ عجبتني قوتنا بكتلتنا بوحدتنا. أوكي. بهذه المرحلة وقلت له رح نكفي سوا محل ما انت يعني انتهيت. نحن رح نتابع لنقيب جان. شو فيك تعمل هلأ؟ شو هو برنامجك؟ شو هي المشاكل اللي ممكن نذللها؟ اوكي انا عم بقول في مشروع قانون بدنا نصدره حق الممثل، في مراسيم تطبيقيه. وين صار المشروع القانون؟ هيدا عم بيتقدم دائما. عم هلا لا نحن هلا بصدمه، بس تتغير الحكومه او يتغير النواب يتغير استمراريه النواب. بس استمراريه وصلت لهون بدك ترجع من اول وجديد تعمل. اوكي وصلنا لهون. في القانون تنظيم المهمه قلت لك هيدي الفقره. نعم. الضايعه موجوده في مراسيم تطبيقيه للقانون تنظيم المهنه الفنيه بعد ما صدرت. صدرت من اي سنه بعد ما صدرت؟ من 2008. في مراسيم تطبيقيه سنين بدها طلعت المراسيم التطبيقيه لصندوق التعاضد بس ما طلعت لقانون تنظيم المهنه الفنيه. نعم. في هاي الفقره اللي لها ساقطه علاقه الممثل بالمنتج. نعم. حقوق الممثل وين ضايعه؟ فبدها نعمل لها يا مشروع قانون يا انه نعدل هذا القانون. نعم. طيب عال. وفي كمان شغله تانية قلنا العقد اللي بيعمله لازم ياخذ صفه القوه التنفيذيه، بيصير مثل عقد رسمي بمجرد ما تطرحه انت بالمحكمه وين ما كان انه هذا حق مكتسب. قلت لي في ناس ما بيعملوا عقود. ايه بحكم الزماله مع شركات الانتاج. ايه ولكن العقد اللي بينعمل في حال نعمل شو هي الصفه اللي بده يجي؟ اول شيء هذا العقد بده يتسجل بالنقابه، يتسجل بالوزاره، بياخذ حق قوه التنفيذ. ما بقى في بأرقامه الحقيقية. بأرقامه الحقيقية طبعا. ما عم نرجع بنقول لك ما نقول له ما يتزاكوا ما يمثلوا علينا، احنا ممثلين بنعرف. شو رأيك بالدراما بهذه المرحلة وخاصة نحن هلا بشهر رمضان بكرة؟ هلا في عنا زحمة المسلسلات. أنا بقول دليل العافية، الدراما اللبنانية بألف خير. هلا بلشت إلى سنتين ثلاثة بلشت تتزاحم إذا بدك الدراما العربية. نعم. إن كان من سورية أو مصرية وغيرها. الدراما اللبنانية بألف خير، وبقول إنه في كثافة إنتاج. هلا أحيانا مشترك طبعا بيجيبوا اسم لأنه هذا شباك بياع يعني بيبيع بيسوق المسلسل، أنا مش ضد.
مش ضد هذا القصة كفي. بس بدي أقول أنا اشتغلوا كمان على صنع في لبنان يعني على اللبناني اشتغلوا. أنا مش ضد أنه يكون في مشترك بس ما حلوة مثلا عائلة ابن عم يحكي مصري وابن عم يحكي سوري وابن عم يحكي لبناني مع وحدة عربية. نحن الممثل اللبناني بس تشتغل عليه يؤدي بيصير شباك بيصير بياع. وفي بعض نجوم حفروا بأظافيرهم لفرضوا اسمهم وحضورهم بالمشهد الدرامي العربي وصاروا أسماء بياعة. فاشتغلوا عليه نعم. اشتغلوا عليه واعطوه اللي حقه وعطول الصورة اللي بدكم إياه وبالوقت ذاته معها. فما نقول نحن في خوف على الدراما اللبنانية تفقد هويتها بكل صراحة إذا بقينا عم نحكي نحن عن كثرة إنتاج يعني كثرة مشاكل كثرة معاناة كثرة ملفات. ليك الدراما المشتركة توصيف الحقيقة لا 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 نعم. الدراما المشتركة اللي صارت بين اللبناني والمصري والسوري مش مخيفة بالعكس دليل العافية عم تعطيه دليل العافية. بس عم بقول أنا التفت كمنتج التفت للدراما اللبنانية الصارفة برجع بقول مش عم بحكي مني تعصب وطني مني عم بقول مني راسيست عرفت كيف اللي عم بقوله اعطوه فرصة للبناني وخوض المواضيع اللي هي بتخصك مجتمعك غزير بالإنتاج المواضيع ما نستورد عندنا كتاب كاتبات وكتاب اكتار ما نستسهل وناخد مواضيع من برا ونقتبس مسلسلات احيانا الاساسية على الهواء ونحن عم نعمل على النسخة اللبنانية ما دايما المقلد هاي. لا يا اخي ما مني حتى لو كانت سهلة مني ما خود مواضيعك من عندك انت قضاياك كل مجتمعك بيخلق مواضيع درامية ما لها عد عرفت كيف ومنجي. طيب فبقول هودي هون دراما لبنانية بألف خير سينما لبنانية بألف خير بالتغاضي عن مستويات في أفلام كذا يعني في أفلام في إمكانيات إنتاج توضع يا خي عال الزميلة تقلى شمعون الزميلة تقلى شمعون وزوجة نوجه لهم تحية. طيب دفعوا مصاري وعملوا فيلم على مستوى راقي جدا وبعده وأنا بطلب أنه هذا الفيلم حرام ينشال عن من صلاة العرض يعني لازم يكون في زخم ليروح يحضروا هذا الفيلم ليقدروا يردوا لأنه دفعوا مصاري كتير بس أنه عملوا فيلم ذات قيمة غيره في أفلام كتير موجودة بالسوق عرفت كيف. فالسينما اللبنانية صارت واضحة السينما اللبنانية وصلت أنها تشارك بهوليود بمسابقات الأوسكار عرفت كيف. فهون بنقول نحن السينما اللبنانية بخير ومشيت قلعت ودراما اللبنانية بخير نعم. بس انما بعده لحد هلا الممثل اللبناني الى حد ما مش بخير. نقيب بالختام يعني بتعتبر حالك انت اليوم بموقع بايدك في كره حديديه من نار بكل صراحه واقع الملفات اذا بدنا ناخذ بالنظره التفاؤليه انت مرتاح للواقع ولا بدنا نقول بنظره تشاؤميه يا جماعه انتبهوا بايدي كره ملتهبه. ليك لا لا شغله واحده انه انا لني متفائل ولني متشائم نعم. انا عم بوصف وضع وبرجع بقول لك نحن الممثلين والفنانين كلها قوتنا بوحدتنا حلوة. ممكن بس أنا عم بقول لكل المسؤولين اللي هني بدهم يعطونا هالأوانين ويشرعونا وضعنا مش حنخلي حدا مرتاح بدنا ندق بابه ونحن قوة ضاغطة لا يستهان فينا وسائبت جسمنا لبيس والكاميرا بتحبنا كتير حننزل على الشارع معقول؟ بشكل حضاري جدا ممكن ننقل كل الواقع بمشهد درامي بيفتكروش مشهد مانا مشكلة حنقول بالزمانات عملنا تظاهرة على باب مجلس النواب بوردة نعم. قدمنا لكل نائب وردة حلوة. وأثمرت هذه الوردة انه تشرع قانون تنظيم المهن الفنية معلش الله ياخذ بإيدك مستعدين نبقى هيك. وبرجع بقول يا شباب النقابة هي بيتكم وداركم نعم. وقديش نحن منكون موحدين بتكون قوتنا. أنا بدي أشكرك وبدي أشكر كل اللي كانوا عم بيتابعونا ومن خلالك بدي وجه تحية للرئيس الفخري صلاح تيزاني أبو سليم. طبعا هذا أيقونة النقابة يعني أبو سليم صلاح تيزاني وهيدا بركتنا بالنقابة. أنا بدي أشكرك نقيب وإن شاء الله دايما نحن وقلتي منتواعد مش على مشاكل وحلول نقول حلول لمشاكل اللي حكينا عنها في حلقة سابقة. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. شكرا لك وأنا بشكر استضافتي معك هيدا واجب حبيب.
حبيبي. هيدا واجب. أصدقائي نحن لهون وصلنا لنهاية حلقتنا. ضيفنا كان نعمي بدوي نقيب الممثلين في لبنان. بنلتقي معكم دائما بإطار البحث عن حلول لمشاكل وللأسف منشوفها يوميا. بشوفكم بكرة بحلقة جديدة. إلى اللقاء.